الحين راح اسوي لكم بعد طبق مكسيكي اللي هو عندنا تورتيلا اللحم، راح نحطه بالفرن. فعندنا شرايح من لحم الستيك كذي بهالطريقه، بس راح نتبلهم اول شيء عندنا بالبهارات. ننزل اللحم، عندي الفلفل الحار، الكمون ريحته عجيبة، وعندنا الزعتر المجفف. بس أحط هني شوية زيت عشان يسخن على ما أخلطه، شوية زيت بس. الحين عندي اللحم مع البهارات اللي حطيناها، الزعتر المجفف والكمون والفلفل الحار. الحين ننزل المقلة وهي حارة، ونبدي نقلي شوي شوي، ما راح ننزله كله مرة واحدة. اخلي بس ياخذ طبقة من تحت بعدين احركه. انزله راح اجيب بصل واجيب فلفل عشان نسوي ونكمل. تبي تحطون فلفل الوان شي راجع لكم، طبعا هذا حق التورتيلا لما نخلطه معاه. راح نسوي شرايح من البصل، نفس المقلة ما راح اغسلها، اوفر عليكم غسيل وبنفس الوقت اعطيكم نكهات. احط الزيت، انزل البصل، شوية نحرك. شايفين البصل قاعد ياخذ كل النكهات اللي هني، ها بعدين لما نضيف له المرقة بروحه راح يطلع. اخليه بس شوية، راح اقطع عندي الفلفل حق بعدين حق حشوة التورتيلا. نفس طريقة اللحم ونفس طريقة البصل، نخليه على جنب. عندنا هني راح أحط قفشة طحين وحركة مع البصل. أحب دائما يعني انت تقدرون تضيفونه بعدين، بس أنا أحب يعني أحمصه وياه شوية عشان نضيع من ريحة الطحين ومن طعمه شوية، يعني يختلف عن النشا فيبين طعم الطحين. عندنا هني المرقة، مرقة اللحم، شايفين الحين كل الخلاصة الموجودة تحت راح تطلع. أحرك لان احنا حاطين طحين فراح تثقل شويه الصلصه. راح اضيف عندي الفلفل المعلب بالشرايح، كله فلفل في فلفل،
مع شوية من الماي اللي هو محفوظ فيه، يعطينا طعم حموضة شوي. وحرك الحين، راح أحط الكريمة الحامضة. واخلطها معه. يفضل تطلعون الكريمة من قبل من الثلاجة عشان بسرعة تتجانس معه. راح أحط اللحم اللي طبخته. بس كذي نكمل شوية سوا فيه. بحط الحين ملح. وراح نحط نص كمية الجبن اللي عندنا. وهذا نخليه حق بعدين، حق الطبق وقت التقديم. خليه بس كذي يتشرب اللحم بالصلصة، بس اخليه شوية نبدي نحضر حق لف التورتيلا. عندي صحن الفرن راح نصفه هني، وعندي هذا راح اغمس فيه تورتيلا صلصة الانشلادة. راح احط شوية بس كذي بالصحن. أجيب التورتيلا تي بس اغمسها شوية، ابيها تتشرب. واحط شوية من اللحم، راح نطفي عليه خلاص. راح احط كذي شوية من اللحم مع كل المكونات الموجودة. واحط الفلفل الاخضر، او اذا حابين الالوان. واحط شوية من الكريمة الحامضة. ولفه كذي، وحطه بالصينيه. نجيب بعد واحده. واحط اللحم مع التشيلي مع البصل كله، الهلبينو هذا الموجود كاهو داخل. راح احط شوية فلفل وشوية كريمة حامضة. وألف. خلصنا. راح أصب الحين من الصلصة عليها كذي. أحاول راح نخبزها بالفرن. عندي الفرن حار على 180. الحين راح نطلع التورتيلا من الفرن.
راح أشيل الحين، راح أوزع عليها الصلصة التشانكي. هذه آخر شيء بس كذي شوية. فيها ريحة بعد الكزبرة حلوة. ووزع باجي الجبن عليه. وندخله مرة ثانية الفرن بس يذوب الجبن. ما راح نغطي، بس ندخله شي لين يذوب. الحين راح نطلع صينيتنا من الفرن. طبقنا خلص، شايفين الجبنة ذابت وخذت لون حلو. وهني طبقنا خلص تورتيلا اللحم على الطريقة المكسيكية. إن شاء الله يعجبكم وتجربونه.